الخبر اللي بعد كده خبر مش محتاجين حضراتكم أقوله، خبر كلنا عارفينه وحاسين بيه. بكلم حضراتكم عن حالة الجو والحر الغير طبيعي والخنقة طبعا الكبيرة اللي احنا فيها دلوقتي، وإيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاي. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير يا سيدي، اهلا بحضرتك. اهلا اهلا وسهلا. يعني اكيد السؤال اللي على في اذهاننا كلنا هو حاله الجو دي هتنتهي امتى؟ يعني الدنيا هتظبط امتى شويه؟ وطبعا الحمد لله احنا وفقا لاخر توقعات باذن الله، يعني بكره وحتى منتصف الاسبوع اللي جاي هيكون في انكسار لهذه الموجه شديده الحراره بانخفاض من درجه لدرجتين. لكن مستمر معانا ارتفاعات نسب الرطوبه للاسف وهدوء سرعات الرياح اللي بيزود احساسنا بهذا الارتفاع في درجات الحراره. لكن في الاماكن الظليله يعني الساده المواطنين هيستشاروا بهذا الانكسار في درجات الحراره. يعني تاني يا دكتور، يعني هو من بكره لغايه نص الاسبوع اللي جاي درجه او درجتين، ده يعني كل يوم درجه ولا الايام دي كلها هيبقى في الاخر هننزل درجتين؟ للاسف خلال هذه الفتره هم درجتين اللي ممكن بس درجه الحراره، لان في النص الثاني من الاسبوع هتعود مره اخرى الى الارتفاع. هترجع تاني امتى؟ للاسف اعتبارا من يوم الثلاث هترجع تاني درجه الحراره ما بين 37 و 38 درجه، وتكون درجه الحراره المحسوسه بتتجاوز ال 40 درجه مئويه. ده طبعا زي ما اتفقنا نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه وهدوء سرعات الرياح اللي بيزود احساسنا بارتفاع الرطوبه. ان شاء الله يعني نعمل باذن الله ان يعدي شهر 7 على خير، وان شاء الله شهر اغسطس. امال بالظبط، امال 8 بقى يبقى ايه؟ يعني هو شهر 8 هو معروف في صيف جمهوريه مصر العربيه بشهر ارتفاعات نسب الرطوبه عاده، يعني اكتر من كده، اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي. يعني ده اللي هو هنبقى 50، يعني هنحس بحراره الجو كانها 50. ربنا يعدي على خير، لا ان شاء الله مش 50 ولا حاجه يا دكتور محمود. انت بتهونا. ما هو دلوقتي يعني اقول لحضرتك احنا شايفين الصيف السنه دي هذا العام عامل ازاي في كل في دول العالم العالم كله. ادي التغيرات المناخيه الاوروبيه متعوده على درجات الحراره المنخفضه، شايفين طبعا درجات حراره عندهم تتجاوز درجات الحراره اللي بتسجل في جمهوريه مصر العربيه، بل وتشابه كمان احيانا بعض الدول بتتشابه فيها درجات الحراره بدرجات الحراره الجزيره العربيه، هي تعتبر درجات قياسيه في تصنيف. هي رطوبه نسبتها قد ايه تقريبا؟ خلال هذه الايام على القاهره بتتراوح ما بين 70 و80%. عشان كده طبعا على السواحل الشماليه بتتجاوز 80%، بس طبعا نسيم البحر بيخلي الملاذ الامن للمواطنين هو الشواطئ، طبعا شواطئ البحر المتوسط هي افضل اماكن. يعني هو هواء ما فيش رطوبه عاليه فاحساسنا بالحراره كبير، طب تنصحونا بايه يا دكتور محمود؟ هو طبعا الاماكن يعني بقدر الامكان يكون المكان اللي احنا فيه جيد التهويه بقدر الامكان، بلاش الاماكن المقفوله او الاماكن المغلقه. شرب الميه شيء اساسي طبعا، يعني الكمامه زي ما اتعودنا عليها، نتعود على ازازه الميه في الشارع، لو خارجين بره في البيت لازم تكون معانا ازازه الميه دايما، جسمنا يكون رطب مهم جدا. التعرض لاشعه الشمس يكون بعيد عن الفتره اللي بتسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم، هي بتبقى من بعد فتره الظهر لغايه الساعه 5 6، الفتره دي بتسجل فيها اعلى درجه حراره. فبقدر الامكان يكون التعرض لاشعه الشمس على فترات متقطعه، ويكون اللي بتضطرهم اعمالهم انهم يكونوا متواجدين تحت الشمس الله يعينهم. ارتداء الغطاء الواقي للراس شيء ضروري جدا طبعا. تمام يا دكتور، ربنا يهونها علينا جميعا. شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد الجويه.